الربح من موقع او برنامج الرمال البيضاء الوايت سانس. من اكتر الطرق اللي الناس بتستخدمها حاليا في الربح من الانترنت هو موضوع الرمال البيضاء بشوية مهمات صغيرين هتعملهم مطلوبين منك. المهمات ديت هي ان انت تعمل اعجاب على بعض الفيديوهات اللي هتظهر قدامك، هينزل لك يوميا 264 جنيه، يعني ينزل لك في السنة اكثر من 90,000 جنيه. كل حاجة خاصة بموضوع الربح من موقع او برنامج الرمال البيضاء او ما يسمى بالوايت سانس ان شاء الله هتلاقيه في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعاده دايما. اهلا بكل متابعين قناه العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب. تخيل ان انت ممكن تبقى قاعد كده تعمل شويه لايك كده، يعني طلب منك تعمل شويه لايك، تدخل على الفيديو تعمل لايك ينزل لك فلوس. شوفوا معانا الموقع ده، موقع النهارده اسمه الرمال البيضاء، هو انتشر جدا، يعني تقريبا عمره تقريبا 3 شهور 3 شهور ونص، يعني من شهرين لاربع شهور، لسه جديد يعني، وناس كتيره جدا بدات انها تربح من الموقع ده. خليكم معانا ان شاء الله في الفيديو ده، بس شاهد الفيديو من البدايه الى النهايه لان هيكون فيه كل ما يخص هذا الموقع وايه النصايح اللي احنا بننصح بيها الناس، وهنجيب لكم كمان نموذج عملي لاحد الاشخاص اللي هم ربحوا او يعني جالهم ارباح من موقع الرمال البيضاء. خلينا اوضح لك الاول ان انت في باقات انت بتشترك فيها، طبعا في باقه مجانيه، وكل الاشياء دي احنا هنبدا ان احنا نتعرف عليها مع الاستاذ اللي هيكون موجود معايا اللي هو اصلا بيربح من موضوع الموقع بتاع الرمال البيضاء. عندك طبعا باقه ب 300 جنيه بتعمل عدد مهمات معين، 8 مهمات في اليوم، 8 مهمات دول سعر المهمه ب جنيه و30 قرش، بينزل لك تقريبا يومي 10 جنيه وفاصل 4، الربح الشهري 312 جنيه، ينزل لك سنويا 3744 جنيه، يعني انت تدفع 300 جنيه مرة واحدة في خلال 365 يوم ينزل لك 3744 جنيه. تدفع 600 جنيه مرة واحدة في خلال 365 يوم اللي هو في السنة ينزل لك في السنة 8100 جنيه. تدفع 1000 جنيه ينزل لك أرباح في السنة 14256 جنيه. تدفع 3000 جنيه ينزل لك أرباح في السنة 44640 جنيه. تدفع 6000 جنيه ينزل لك في السنة 95040 جنيه. تخيل تدفع 6000 جنيه تدفعهم كده مرة واحدة ينزل لك في السنة دي تكسب فيها أرباح 95040 جنيه لعدد مهمات يومية 55 مهمة هيطلبوا منك في اليوم. سعر المهمة الواحدة الإعجاب الواحد اللي انت هتعمله ب 4 جنيه و80 قرش 4.8، يعني هيجي لك في اليوم 264 جنيه، يعني هيجي لك في الشهر 7920 جنيه. مش محتاجين ان احنا نروح دوام ولا نشتغل ونتعب نفسنا، موقع الرمال البيضاء هيغني الناس كلها. يعني انت ممكن تخش بكام حساب كده، بحسابك وبحساب حد تاني معاك وكم رقم موبايل، يعني تخش بخمس ست حسابات يبقى انت في سنة واحدة جبت الملايين يا معلم وبقيت مليونير. معانا كمان دلوقتي الاخت ايمان ميرا صاحبه قناه تجربتي مع ايمان على اليوتيوب، عندها 2 مليون و500 الف على اليوتيوب، وعندها صفحه على الفيسبوك عليها 1.5 مليون، صح كده يا استاذه ايمان؟ صح كده يا باشمهندس. طيب دلوقتي برضو هي اشتغلت برضو في موضوع الموقع اللي هو الرمال البيضاء، فيتفضلي كده اشرحي لنا كده وعرفينا بنفسك الاول واتكلمي عن موضوع الربح من الرمال البيضاء. السلام عليكم الاول مبدئيا كلكم. بالنسبه لموضوع الرمال البيضاء، انا اتعرض عليا الموضوع ده من شهرين، وكان عندي قناعه ان اي حاجه ادفع فيها فلوس مقدما ما ادخلهاش، وقلت لا رفضت. فجت اللي ماسكه الموقع قالت لي لا انا دخلت ولميت فلوسي وخدتها وانا دلوقتي شغاله في المجاني، وهي بقى من طلاب بالنسبه لي حد ثقه وبتاعت ربنا وتقيه جدا، بس هي اتنصب عليها زيي انا كمان. يعني انت اتنصب عليكي؟ لقيتها يعني انت اتنصب عليكي؟ انا حاليا حاسه ان انا اتنصب عليا. قولي لي بقى، انت داخله حاليا، انت دخلتي اول حاجه دخلتي في الباقه اللي هي المجانيه، وبعد كده دخلتي في الباقه المكام. انا على فكره بالمناسبه انا بامانه قبل ما اتصل بيكي دلوقتي، هل انا اتفقتي معاك على اي كلام هقوله؟ ولا كنت تعرف ان انا فيها، انت قلت لي انت تعرفي حاجه، قلت لك انا فيها. انا حاليا دلوقتي وانا بسجل لسه حالا دلوقتي اعرف ان انت في موضوع الرمال البيضاء، صح كده ولا كده؟ فعلا دي حقيقه. لا دي حقيقه. انت اتنصب عليك ودخلتي ولا لا؟ انت لسه حاليا بتقولي اهوت. هو احنا ايه مصلحتنا ان احنا نشوه التطبيق؟ لا احنا لو هو كويس احنا نقنع الناس بيه، لو احنا بنحلل الموضوع وايه، وكل واحد له حريه الاختيار. انت دلوقتي دخلتي في الباقه اللي هي المجانيه وبعد كده اشتركتي فيه؟ لا ما دخلتش مجانا، انا لسه ما خدتش فلوسي. انت دخلتي، انا اول حاجه دخلتي ابني الباقه المجانيه يا استاذه ايمان، ولا دخلتي على طول في الباقه المدفوعه؟ لا دخلت في الباقه المدفوعه اللي هي ب 3000، ابني دخل فيها الاول، قال انا هدخل والفلوس اللي تيجي دي كانها مصروفي، قلت له تمام ادخل. فجربت فيه بعد 48 ساعه فعلا اتحول له ال 128 اللي هم بيتحولوا على ال 3000 يومين ورا بعض، قال لي يا ماما ده حلوه قوي ادخلي بسته.
فقلت اما ادخل بستة. فعلا اول يومين ما جاليش، وبعد كده بقى يجيلي فلوس لمدة اسبوع عادي جدا. طمعت اكتر، رحت داخله باتنين تاني. يعني انت كده احنا دخلتي، بنتكلم في كام؟ في يعني انت دخلتي ب 12000. 12000، ب 12000 ليا ولولادي. ما تحولليش من ال 12000 دول غير لكل حساب حوالي 1000 جنيه، الاربع حسابات كل واحد 1000 جنيه، وبعد كده التطبيق بقى يحوش الفلوس ما تتبعتش. غير ان جالنا تحذير من ناس تانية، ناس اللي هي بتشتغل في التطبيقات وعارفين التطبيقات زي بتوع كواي والحاجات دي، بيبقوا عارفين التطبيقات كلها. بعد ما احنا دخلنا قالوا لنا يا جماعة ما تدخلوش التطبيق ده، تطبيق نصب واتقفل في المغرب. يعني هو كان شغال في تمام، المغرب واتقفل. هم قالوا كده. احنا بقى فلوسنا متعلقة جوه التطبيق بقالنا حوالي 4 أو 5 أيام. النهاردة التطبيق رجع الفلوس لينا تاني عشان نرجع نحولها تاني، ويا عالم هناخد فلوسنا ولا لا. يعني ايه، يعني ايه التطبيق رجع لكم الفلوس؟ رجعها لكم ازاي؟ رجعها لكم على فودافون كاش ولا المفروض احنا كل لا ارجعها جوه محفظة التطبيق. المفروض احنا كل يوم بنخلص المهام بنعمل تحويل للفلوس دي على من المحفظة على الفودافون كاش بتاعنا. فاحنا بعد ما عملنا على الفودافون كاش بتاعنا يوم واتنين وتلاتة واربعة، اتفاجئت بيه النهارده مرجع لي 700 جنيه على محفظتي عشان ارجع احولهم تاني. في مقابل ان هو كان منزل حاجة بيقول ان اللي اعلى من 500 جنيه مش هنقدر نحول له اعلى من 500 جنيه. انت طب داخله هو انا ذنبي ان السيستم بتاعك واقع؟ انت داخله ب 12000. ما احنا يا باشمهندس 12، احنا مش 6000، احنا 12، كل واحد بتلاتة. انتوا اربع حسابات كل واحد ب 3، الحساب اللي هو كل ب 3000 واحد بيتبخر. باربعة قصدي، لا كل ثواني واحد ثواني ب 3000 جنيه، ثواني احنا اربعة، تلاتة في ثواني. اربعة ب 12000. كل باقة اللي هي 3000 ديت في اليوم 124 جنيه، صح؟ ايوه. فحضرتك بقى احسب بال 124 دي، في اضربها في اربعة، 128 بالظبط في اربعة. فانا دلوقتي بقالي اسبوع ما خدتش فلوسي طيب ولا انت فلوس نزلتش تنصحي المحفظة. تنصحي تنصحي ان طب انت ليه سبتي ده؟ انت شغاله على اليوتيوب، الله ينور، وبتجمعي فلوس من اليوتيوب والفيسبوك، ايه اللي حصل لك؟ والله البني ادم طماع. طيب قولي لي انت تنصحي الناس بايه؟ انصح الناس اي حاجه فيها دفع فلوس في الاول، زي ما انا كنت مقتنعه، وما اعرفش ايه اللي خلاني اغير اقتناعي ده غير لما صاحبتي اللي انا بثق فيها اقنعتني. انا عندي قناعه ما ادفعش في حاجه الاول فلوس، زي اي شغل في الدنيا بنشتغل طبعا. وبعدين بنقبض. طبعا دي حاجه غير قانونيه اصلا، ودي حاجه غير رسميه، وما فيش حد تقدر تقاضيها، ولا حد ولا تقدر تشتكي ولا تعمل اي شيء، دي حاجه شغاله كده في الهواء. ما فيش ده، غير في حاجه انا ملاحظاها، ان احنا كل يوم ندخل عشان نعمل اللايكات، اللايكات اللي حطيناها من يومين وثلاثه موجوده، ما بيجيبولناش داتا جديده نشتغل عليها. يعني يعني الموضوع حتى لو الموضوع التطبيق ده الموضوع حقيقي يا يا باشمهندس، يعني اتفضلي. حتى لو التطبيق ده حقيقي، فهو دلوقتي هو بينصب على الناس اللي داخله معاه تزود له مشاهدات ولايكات. هو بيحط لي الفيديو بدخل احط له لايك وبطلع، لا بتفرج ولا بشوف منه اي حاجه. انا كواحده رايحه ازود مشاهدات وازود لايكات، المفروض ان انت بتتشاهد لي الفيديو للاخر، بتشاهد لي الاعلان للاخر، ده ما بيحصلش. فاللي بيخليه ينصب على الناس اللي هي اللي راحه معاه تمول، ده لو هو حقيقي، ده لو هو حقيقي فعلا بيزود له، مش هيزود لنا احنا. هو هل مثلا، هل تتوقعي انت كحد شغال على السوشيال ميديا، هل تتوقعي ان مثلا 55 لايك الواحد يعملهم، 55 لايك، يعني انا مثلا دلوقتي انا عندي قناه على اليوتيوب، اروح للموقع بتاع الرمال البيضاء اقول لهم انا عايز ان انا اشتغل معاكم واعملوا لي ترويج لقناتي، كويس كده، حلو، لفيديو من فيديوهاتي، تمام؟ حلو. فانا دلوقتي هيقول لك تمام ماشي اوكي، احول لهم فلوس. هل تتوقعي او شايف ان هو منطقي ان انا 55 لايك هيجولي على الفيديو، هيجولي على الفيديو تمام كده ب 264 النقره الواحده او اللايك الواحد ب 4 جنيه و80 قرش، يعني في اليوم 264 جنيه للمقابل 55 لايك. طب لما انا دلوقتي هتعامل مع الموقع ده بهذا الشكل، حد مثلا معين الموقع نفسه انا هديله كام عشان هو يديك المبلغ ده؟ يعني معنى ان هو يديك انت كحد اشتغلت معاه في الموضوع ده وعملت اللايك ده وانت المصدر وانت اللي شغال في الموضوع ده، لما انت يديك 264 جنيه مقابل 55 لايك، انا هديله كام؟ انا اقول هديله 400 مثلا، هل ده منطقي؟ لا مش منطقي طبعا. انا كايمان لو انا قدامي اختيار ان انا هعمل اعلان ممول وخلاص، واخد القرار ان انا اعمل اعلان ممول، وخيروني بين الرمال البيضاء واليوتيوب، انا طبعا هختار اليوتيوب. طيب انت
طيب يعني انت مش هسيب يعني المنصه الاساسيه صاحبه الموضوع تستهدف ايه وهروح لمنصه تانية. يعني وصل كده كده بيتعمل لك حتى لايك حتى لو كان الموضوع حقيقي، يعني بيتعمل لك لايك ومحدش شاهد الفيديو، طب بيموت الفيديو بيموت الريتش عندك وبيزوق ومفيش وقت مشاهده ولا اي شيء، والدنيا بتبوظ عندك اصلا في قناتك او في صفحتك، يعني الدنيا بتخرب عندك اصلا. يعني سمعني فعلا دي حقيقه والله. في واحد انا كان نفسي ادخل اقول له احنا ما بنتفرجلكش. سامعاك يا باشمهندس؟ انا كان في واحد دايما بيطلع لي والله، كان نفسي ادخل على البيج بتاعته اعلق له واقول له احنا ما بنتفرجلكش ولا اي حاجه، وبنجري الفيديو بناخد سكرين وبنطلع. ففعلا لو حد عمل اشتراك في التطبيق ده هو بيوقع قناته اصلا. طيب طيب دي حاجه، دي حاجه تانية. طيب انت دلوقتي ملخص لما سبق، تنصحي الناس بايه؟ ان هم ما يتعاملوش مع التطبيق. انت طبعا التطبيق ده ممكن طبعا يقفل في اي وقت، خلينا نكون متفقين، في اي وقت هيقفل زي مواقع كتير قبل كده اشتغلت وقفلت طبعا. طيب انت تنصحي الناس ان هم ما يتعاملوش مع هذا التطبيق ولا يتعاملوا مع هذا التطبيق؟ انت كليكي تجربه. لا، ولا تتعاملوا مع تمويل ولا تدفعوا فلوس. عايزين تشتغلوا عليه جربوا في المجاني بدون فلوس. يعني وما تطمعوش وتقولي ده جالي فلوس تدخله، لان ده اللي حصل معايا. طمعت فدفعت اكتر فدفعت اكتر، فلقيت نفسي دفع 12000 جنيه ويا عالم هعرف الموم ولا هم. تعرف ان هم لموا مليارات من الموضوع ده، ممكن مليارات الجنيهات، لموا فلوس كتيره جدا. اذا كان انا بيت واحد اهو يا باشمهندس، اذا كان انا بيت واحد اهو 12000 جنيه. اذا كان انا بيت واحد ولعيالي بقى قلت كل واحد ادخل ادخل ادخل، وانا اللي زنيت عليهم يدخلوا. يعني انت لميتي الارشادات بتاعت اليوتيوب وحطيتيها في الرمال البيضاء. والله العظيم يا باشمهندس فعلا ده اللي حصل، وما انصحش حد يعمل زيي ويغلط غلطتي. يلا معلش معلش، يعني احنا لو جينا بصينا لاي شغلانه حقيقيه المفروض ان احنا بنشتغل ونتعب وبعدين ناخد، مش ندفع عشان ناخد. صح، صح. اي حاجه فيها دفع في الاول مقدم دي بتبقى نصبايا، وانا عندي يقين بكده. بس عشان انا وثقت بيت اللي اتنصب عليها زيي برضه، تعرف ان في محامين اتكلموا على اليوتيوب، قال لك ان هم بيقدموا بلاغ للنيابه العامه علشان خاطر الموضوع ده. لا انا اول مره اسمع المعلومه دي. انا شفت فيديوهات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، ناس محامين بيقدموا، قالوا ان احنا ما اعرفش قدموا ده لسه، بس قالوا ان هم هيقدموا بلاغات للنائب العام بخصوص الموقع ده، وممكن يتقفل في اي وقت عشان تكوني فاهم، ممكن يتقفل في اي وقت. عودي على الله. لان الموضوع الناس داخله عليه بشكل غير طبيعي، الناس على فكره هاجمه عليه بشكل غير طبيعي بالمناسبه. يعني انا فعلا والله كان بيتعرض عليا من شهرين فاتوا. ما هو عمر الموقع كله اصلا، عمر الموقع كله اصلا شهرين ثلاث شهور، يعني ده عمر الموقع اصلا. ما هو من اول ما بدا عرضوه عليا قلت لها لا، اي حاجه فيها دفع فلوس لا. فهي دخلت تبص ياخدوا مننا، بيشغلوا الفلوس بيطلعوا نسبه. واحنا نعرف اصلا الفلوس دي شغاله فين اصلا يا اخت ايمان؟ ان عارفين الفلوس دي شغاله فين؟ مش ممكن تكون شغاله في حاجه كتير. مش ممكن تكون شغاله في حاجه حرام، ممكن شغاله في تمويل، شغاله في اي شيء حرام. احنا عارفين. انصح اي حد ما تضحوش بفلوسكم كده وترموها. ما الفلوس ما بتجيش بالساهل، ومحدش عارف بكره فيه ايه. ورغم ان انا يعني عارفه ان ما ينفعش ادفع الاول، ومع ذلك كلام صاحبتي ليا اغراني ودخلت. ما هو خلي بالك في حاجه اقول لك عليها، بتحاول يوم والتاني اغراني ان انا ادفع اكتر إيمان. واكتر اقول لك على حاجه مهمه جدا، المواقع والاشياء دي كلها واللي شغاله بموضوع التسويق الهرمي ده، عارفه انت التسويق الهرمي ده اللي هو واحد تحت واحد تحت واحد، فالموضوع ده بيخليك ان انت يعني بيخلي انا يعني انا نفسي بشارك في الجريمه، انا نفسي اللي هبدا ان انا هجيب الناس اللي تحت اللي انا بيثقوا فيا. يعني انا مثلا دلوقتي اشتغلت في الموضوع ده مثلا وبيديك ارباح في الاول، اكيد لازم يغريك في الاول، هبدا ان انا اجيب ايمان واجيب محمد واجيب الناس القريبين مني اللي هم بيثقوا فيا اصلا، فهو بيخليك ان انت تشترك في الجريمه نفسها، انا هكون زيه، ولو هو نصاب انا هكون نصاب زيه، فاهماني؟ اكيد اكيد. احنا طبعا ما نقدرش نقول ان هو نصاب ولا مش نصاب، لكن احنا بنقول ان هو حاجه غير قانونيه وحاجه غير رسميه وحاجه ما نعرفش فلوسنا شغاله في ايه، وحاجه ممكن تتقفل في اي وقت، مالكش اي سند قانوني ولا اي شيء. فطبعا انت دلوقتي بتنصحي الناس وبتقول لهم بلاش ان انت تستخدم التطبيق ده او تستثمر فلوسك في حاجه احنا ما نعرفش هي شغاله فين، وحاجه ممكن تتقفل في اي وقت. ده غير ان الواحد قاعد على اعصابه هجمع فلوسي ولا لا، التطبيق هيتقفل ولا لا، دي لوحدها يعني بتموت الواحد كل شويه. طب انا الرقم مش قليل. اسالك سؤال مهم ممكن؟ اتفضل. موضوع يعني الناس، في ناس كتير عندهم قنوات على اليوتيوب وبداوا يلجأوا للطرق ديت، هل تتوقعي ان ده برضو بسبب نقص الارباح على اليوتيوب والمشاهدات على اليوتيوب فبدات الناس تلجأ لشيء؟ طبعا يعني انا قناتي هي 2 مليون ونص بس مشاهداتها ميته. يعني فدلوقتي يعني لو اليوتيوب بيدخل ارباح زي الاول والدنيا شغاله كويس على اليوتيوب، اعتقد الناس مش هتلجأ. عمرك ما كنت تفكري في حاجه زي دي؟ ولا فكر ولا يخطر لي على بال.
حتى هقول كمان انا اغامر ليه واضيع حتى وقت كمان ليه؟ المبالغ اللي هتجيلك دي كانت بتجيلك من اليوتيوب، كانت بتجيلك عادي جدا من اه اليوتيوب. لا، احنا زمان كنا بناخد مبالغ حلوه قوي ومشاهدات حلوه قوي. دلوقتي مفيش، اليوتيوب موت القنوات وموت المشاهدات وموت كل حاجه، فاضطرنا نلجا لتطبيقات تانيه، نلجا لحاجات تانيه. طب تتوقعي ان شاء الله ان في الفتره القادمه دي اليوتيوب يرجع زي ما كان في الاول؟ لا، اليوتيوب بقى بيقلد التطبيقات لا بتاعت بقولك الفيديوهات ايه، ما القصيره تقوليش اللي لا احنا مش وتشبط عارفين. الناس، احنا والله عاملين لا للدفاع، عاملين يا للدفاع جماعه للناس. يا جماعه لا، اعملوا فيديوهات قصيره على اليوتيوب، الشورتس هتجيب اكتر من الفيديوهات. هتسمع كلامها، والله هتسمع كلامها. لا والله يا جماعه، الفيديوهات الطويله عندي ما بتجيبش 2003 و4 في قناه 2 مليون ونص، الفيديو الشورتس بيعدي المليون وال2 مليون. طب اسالك يبقى سؤال مين اللي تاني، بيكسب؟ اسالك سؤال تاني، اتفضل. ولو انت عايزين اقطعه في المنتج اقطعه، احنا كده كده ايه، انا امنتج لسه. تمام. لا لا، انا بتكلم بطبيعتي خالص، مش عايزه حاجه تتقطع. اكتر ارباح جات لك في شهر من الشهور في اليوتيوب كان مبلغ كام؟ كانت حوالتين عدوا $5,000، كانت 5600. 5600 حوالتين جايين، يعني $5,600. الخمسه في حواله وال600 في حواله لوحدهم. يعني كم مصري دول؟ ده كانوا كتير، ده كانوا داخلين على 90,000. طب يعني ما شاء الله، يعني 90,000 دول اللي هو شغلك اصلا، لو انت اشتغلت في مقهى ب6,000 في موقع الرمال البيضاء سنه كامله انت جبتهم في شهر. لا، ما هو ال 90,000 دي من امتى؟ ده من سنتين فاتوا. اه يعني دي من اكتر، بعدها ما يعني شفتهاش. ده اكتر ارباح جات لك في شهر من الشهور. دي اكتر ارباح جات لي في شهر من الشهور، كان شهر رمضان من سنتين. اه يعني رمضان اللي جاي ده تبقى 3، من بعدها ما شفتهاش، ودلوقتي ارباح القناه ميته. طب بس زي يعني اي يعني قناه صغيره. يعني الناس بتكسب من اليوتيوب يعني؟ لو المشاهدات حلوه بيكسبوا. بص، بما اني جربت الفيسبوك وجربت الكواي وجربت كل حاجه، لو اليوتيوب نصفنا في المشاهدات هو اعلى منصه بتدي ربح وافضل منصه، وفي فريق دعم يتواصل معاه، وانت قلت لي الكلام ده قبل كده. وافضل فريق دعم هو فريق اليوتيوب، لان الفيسبوك ما فيش فيه دعم على حد. يعني الحاجه اللي بتنزل لك بتنزل لك، الارباح بتتحول في وقتها، الامور مستقره في اليوتيوب. انا مسميه الفيسبوك منصه محترمه، بتحترم الناس اللي عليها. العيب الوحيد في اليوتيوب ان هو ما بيعملش انتشار. اه يعني تقصد الانتشار على الفيسبوك اكتر، بس طبعا الموضوع برضو ما فيش فريق دعم تتواصل معاه، وفي مشاكل بتقابلك. أيوة. ما حدش بيحلها لك، لكن اليوتيوب بتقدر تعمل لايف شات مع فريق الدعم وبيحل لك مشاكلك لو عندك اي مشكله. انا بمجرد ما عديت المليون بقى ليا مدير بتصل بيه اساله نص ساعه فيديو كول على كل عن اي حاجه انا عايزاها. طب تمام ما شاء الله. والدرع الذهبي ده مش موجود. الدرع الذهبي ما شاء الله منور في الصوره بتاعتك اهو. اه الدرع ذهبي ودرع فضي وشغلانه. يا عقبال الدرع اللي بعد كده، ايه الدرع الماسي ولا الدرع ايه اللي بعد كده ان شاء الله؟ ماسي. اه الماسي. بس ده ماسي. 10 مليون بقى صح؟ محتاج 10 مليون. ده 10 مليون، والفيس كده واليوتيوب كده شكله ما عادش ولا نافع معاه فيديوهات طويله ولا قصيره ولا اي حاجه، وهعتزله قريب. لا 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 لا، مش هتقدري تعتزلي اليوتيوب ده. بصي دي حاجه يعني عشره بينكم، ان شاء الله اليوتيوب يرجع لاصله، ان شاء الله هيرجع زي ما كان في الاول ان شاء الله. يا مسهل يا رب، ندعو الله. اشكرك جدا على وجودك معايا على قناتنا، وانا بتشرف بيكي. شكرا لحضرتك يا باشمهندس ولكل الموجودين ويتابعونا. حبيبي الله يبارك فيك يا رب، الله يسعدك يا رب، الله يبارك فيك. الله يخليك. مع السلامة. الله يخليك. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. معانا دلوقتي الاستاذ علي فرحات. طبعا هو استخدم التطبيق بتاع الوايت سانتس او الرمال البيضاء للربح وكده، وطبعا هو يحكينا بقى عن ايه، عن موضوع الرمال البيضاء. اتفضل يا استاذ علي. طبعا شكرا على المقدمه الجميله دي يا استاذ مهني، وطبعا انا متشرف ان انا موجود على قناه العلم والتكنولوجيا، وده شرف ليا كبير جدا. وطبعا حابب ان انا اتكلم عن تجربتي على برنامج الرمال البيضاء. قول لنا الاول، قول لنا الاول يا استاذ علي، اهلا بيك طبعا، احنا برحب بيك جدا وسعيد بوجودك معايا. قول لي الاول، طبعا الرمال البيضاء ده موضوع انتشر جدا جدا في هذه الايام، انتشر جدا يعني. تمام. في ناس هتعرف طبعا، تعرف طبعا التطبيق، وفي ناس ما تعرفوش. قول لي الاول، انت حاسس ان انت حاسس بالامان وانت بتتعامل مع موقع اللي هو الرمال البيضاء؟ بكل صراحه طبعا وكل مصداقيه، طبعا التطبيق او الموقع الخاص بالرمال البيضاء ده في اي لحظه ممكن يتقفل. انت بتدفع فلوس طبعا علشان تحقق ارباح اكتر، تقدر ان انت تدفع بدايه بتبقى. طيب الاول يا استاذ علي، معلش انا اسف، الاول يا استاذ علي، في الاول باقه مجانيه، ممكن الناس تدخل باقه مجانيه، احكينا
حكينا عن الباقة الموجودة. أول حاجة الباقة المجانية، بعد كده في باقة اللي هي ب 300 جنيه، وبعد كده في 600 جنيه، بعدين 1000، في 3000، في 6000. فحكينا الأول الباقة المجانية نظامها إيه وتقدر تشتغل عليها قد إيه، وبعد كده لازم إن أنت تخش على الباقة اللي هي المدفوعة والربح شكله إيه، وهل أنت ربحت فعلا من موقع الرمال البيضاء ولا لأ. تمام، انا هشرح لك تجربتي برضو باختصارا، برضو باختصار عشان وقت الفيديو. انا اول حاجه طبعا اكتشفت التطبيق او الموقع من خلال بحثي على الانترنت، لقيت الموقع وقدرت ان انا اسجل فيه. واول طبعا ما بتسجل بتدخل على حاجه اسمها مستوى عضو، ان انت مش في اي بي، بتقدر بيديك حاجه، بتدخل اول بتدخل على التطبيق بيديك 10 جنيه مكافأة ان انت دخلت على الموقع بتاعهم وهتقدر تشتغل وتحقق منه ارباح. انت اول ما بتسجل خليني معاك واحدة واحدة، معلش عشان احنا انا في دولة وانت في دولة. تمام. فطبعا ممكن ايه يبقى شويه في شويه صوت تأخير في الصوت. فطبعا انت دلوقتي بتقول اول ما بسجل في الموقع بينزل لي 10 جنيه، ديت ترحيب كده بيا، دي اول شيء، اتفضل. تمام. بعد طبعا ما بتسجل في الموقع وتاخد ال 10 جنيه بتقدر تعمل 5 مهام مطلوبين منك في الموقع، سواء بتبقى لايكات على الفيسبوك او لايكات على اليوتيوب. بيديك 5 مهام فقط في اليوم، المهمه الواحده بجنيه، المهمه الواحده، يعني انت بتعمل في اليوم 5 مهمات ب5 جنيه. كويس. تمام كمل. تمام. بعد كده طبعا انت بتفضل شغال على الموقع لمده 10 ايام، وده اللي انا بحثت فيه وقدرت ان انا اكتشفه من خلال تجربتي الشخصيه في الموقع الرمال البيضاء. بيديك لمده 10 ايام، وبعد كده الحساب بتاعك بيتجمد وبيتقفل من خلال الموقع، ما تقدرش تسحب او تقدر تعمل اي حاجه. يعني انت دلوقتي ملخص كلامك في الجزئيه دي يا استاذ علي، ان انت بتعمل في اليوم 5 مهام، ال5 مهام دول كل مهمه منهم بجنيه، يعني انت بينزل لك 5 جنيه في اليوم لمده 10 ايام، يعني بيجي لك 5 × 10 ب50 جنيه، دول اللي بقول لك في خلال 10 ايام، بعديها ما تقدرش انك تشتغل مجاني خلاص. تمام كده يا فندم. والحساب بتاعك بيتجمد لحد ما ترقي، اول حاجه طبعا بتبقى 300 جنيه. طيب، يبقى انت خلاص كده خلصت المرحله بتاعت اللي هي الايه، الموضوع اللي هو الفري او ان انت تشتغل مجاني. بعد كده لازم ان انت ترقي العضويه بتاعتك. العضويه الاولى ب 300 جنيه، خليك معايا بس ثواني معلش، عشان العضويه بتاعتك ب 300 جنيه بيديك عدد المهمات اليوميه 8 مهمات، سعر المهمه الواحده تقريبا جنيه و30 قرش تقريبا، الربح اليومي تقريبا يبقى 10 جنيه و40 قرش، هيجي لك في الشهر 312 جنيه، يعني الربح السنوي 3744 جنيه. يعني انت هتدفع 300 جنيه لو انت اشتركت في الباقه الاولى ديت اللي هي 300 جنيه هيجي لك في الشهر 312 جنيه، ما شاء الله ربح جامد جدا يا استاذ علي، اتفضل. بس اكيد طبعا اكيد، بس انا حابب ان انا برضو اوضح ملحوظه انا اكتشفتها، او يعني دي معروفه بشكل عام، ان المواقع او التطبيقات اللي بتبقى زي كده ممكن في اي لحظه تتقفل. يعني انت بتحط فلوسك وبتشتغل على هذا الاساس، ان انت ممكن في اي لحظه الموقع يقفل لك الحساب بتاعك، او الموقع بالفعل كله يقفل، انت ما تقدرش توصل للاشخاص اللي كانوا فاتحين الموقع، او الاشخاص اللي دايرين او القائمين على العمل في دي. طيب حلو جدا، حلو جدا. مفيش طبعا اي حاجه قانونيه، الموضوع كله ان انت اصلا ما تعرفش حتى مين اصحاب الموقع، انت اصلا ما تعرفش مين اصحاب الموقع. طيب خليني اقول لك الاول، انت دخلت في الباقه المدفوعه تمام كده، اللي هي ايه، اللي هي ب 300 جنيه صح؟ تمام بالفعل. وكسبت كام؟ وبقالك فترة قد ايه؟ كسبت، انا حققت المبلغ بتاع، انا اشتغلت تقريبا على الموقع من اول شهر 12 تمام؟ او يعني من نص 12، من نص شهر 12 بالظبط. اصلا عمر الموقع كله، اصلا عمر موضوع الرمال البيضاء ده عمره كله تقريبا 2 3 شهر يعني صح؟ لسه جديد اصلا. بالظبط. طيب اتفضل. لا بس في، انا برضو دخلت في جروبات خاصة بالموقع، وقدرت ان انا ابحث عليها على الفيسبوك، دخلت في الجروبات دي لقيت ناس من شهور موجوده في الموقع وبتقول ان الموقع شغال وذو مصداقيه والكلام ده، بس طبعا انا مش عارف يعني المصداقيه بتاعت الموقع
انا مش واثق من في الناس دي زي اليوتيوب مثلا او زي لا الفيسبوك. اليوتيوب 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 يا استاذ علي اليوتيوب ما بيطلبش منك ان انت تدفع فلوس ولا شيء. اليوتيوب بيقول لك ان انت هتشتغل ترفع محتوى, مش مطلوب منك شيء. تحقق شروط تربح من اليوتيوب من خلال الاعلانات اللي بتظهر. انت بعد ما ان انت بتحقق شروط بتنضم لبرنامج شركاء اليوتيوب بتربح من اليوتيوب بدون ما تدفع شيء. لو انت عايز ان انت تطور من قناتك وعايز تنشر المحتوى بتاعك بتقدر تعمل طبعا اعلانات مموله قانونيه بتدفع الامور كلها. في فريق عمل تتواصل معاه في حاجة مهمة جدا يا أستاذ علي, هي موضوع ان انت في تيم بتتواصل معاه. لو عندك اي مشكلة وانت عندك قناة على اليوتيوب بتقدر تعمل بث بتاع ده محادثة مباشرة مع فريق اليوتيوب وتحل لك مشكلتك وتسأله ويجاوبك. هل الموقع ده فيه اي دعم او شيء زي كده تقدر تتواصل معاه اصلا؟ لا يا فندم, هي بيبقى من خلال الجروبات اللي موجودة على كلها حاجات كلها أشياء ليست قانونية وما فيش أي جهة تقدر إن أنت تلجأ ليها لو حصل لك أي مشكلة. طيب بالنسبة لي ال 300 جنيه اللي أنت دفعتهم رجعوا لك كام ورجعوا لك بعد قد إيه؟ أنا حققتهم طبعا بالفعل ال 300 جنيه اللي أنا دفعتهم, وأنا عملت حسابين. يعني أنا عملت حسابين مش حساب واحد. أنا طبعا برضو يعني إيه, انا علشان مصداقيه الكلام اللي انا اقوله انا حققت في حساب من الاثنين ال 300 جنيه وانا سحبتهم بالفعل. قولك يا استاذ علي معلش انا اسف انا بقطعك كل شويه معلش بس عشان اوصل الفكره للمشاهد. وصل لك المبلغ على فودافون كاش تمام بالظبط يا فندم. طيب يعني انت عندك حساب منهم طبعا وحاليا برضو هقطع كلامك يا استاذ معني, وحاليا جالي العمل على اضافه طريقه فيزا, يعني اضافه طريقه دفع من خلال الموقع للاشخاص عن طريق الفيزا اعتقد عن طريق حساب البنك بتاعي. اعتقد ده يا استاذ علي ممكن يكون صعب الله اعلم, لان الموضوع ان هو مفيش حاجه قانونيه موجوده على ارض الواقع ان انت يحول لك عن طريق البنك. الموضوع ده هيكون صعب لان يعني هنتكلم في المساله القانونيه والاشياء دي بعدين, ولكن خليني الاول اقول لك انت عندك حساب منهم دفعت 300 جنيه وجولك فعلا ردوا لك ال 300 جنيه عملت المهام المطلوبه منك بالزبط. والحساب الثاني برضه باقه 300 جنيه ولا اكتر؟ ايوه كنت دافع برضه باقه 300 جنيه بس لسه ما حققتش ال 300 جنيه. طيب انت بتعمل الباقه اللي هي 300 جنيه ليك 8 مهام تعملهم يوميا, الثمان مهام دول بيخلص معاك في قد ايه؟ اللي هو ان انت بيطلب منك تعمل لايك او تعمل اشياء زي كده, في برضه مشاهده صح؟ بيطلب منك مشاهده صح؟ ايوه هي بتبقى مشاهده, انت بتدخل على الطلب بتاعك او المهمه اللي انت بتعملها سواء اليوتيوب او سواء الفيسبوك, بتقدر ان انت تدخل على المهمه بيبقى مطلوب منك تعمل سكرين وانت عامل لايك للفيديو اللي انت موجود قدامه سواء على يعني فقط على يعني فقط لايك ولا مطلوب منك برضو ان انت تعمل مشاهده تشاهد وقت معين؟ لا فقط لايك يا فندم. يعني الشغل كله بتاع الرمال البيضاء هو فقط كله انك تعمل اعجاب بحاجه تظهر قدامك يا على الفيس يا اما على اليوتيوب صح كده؟ بالظبط كده يا فندم. مفيش مشاهدات خالص ها؟ ما بيطلبش منك انت تعمل مشاهدات. انت بمجرد دخولك يا استاذ مهني دي حاجه برضو معروفه ان انت لما تدخل على الفيديو لو شاهدت 3 ثواني بتتحسب مشاهده. صح صح انا معاك. يعني انت بتطلب ماشي اوكي هيتحسب منك مشاهده بس مش مطلوب منك ان انت وقت مشاهده معين وتصور سكرين. انت بتصور سكرين ان انت لا. عملت لايك بالظبط كده بالظبط كده اسف معلش اه بالظبط كده. طيب بيظهر قدامك اشياء للفيسبوك واليوتيوب, بيظهر حاجه تانية اي حاجه تانية غير الاثنين دول؟ لا 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 هو فيسبوك واليوتيوب بس. طيب بالنسبه للفيديوهات نوعيه الفيديوهات اللي بتظهر قدامك, هل الفيديوهات اللي بتظهر كلها كويسه؟ هل كلها فيديوهات محتوى عربي ولا في محتوى اجنبي؟ هل فيديوهات محتوى يعني محترم ولا فيها برضو اشياء مش محترمه؟ لا انا كل الفيديوهات اللي انا شفتها محتوى عربي ومحتوى اجنبي, بس المحتوى مش ما فيهوش حاجه مخله بالادب يعني كلها فيديوهات سليمه ما فيهاش اي مشكله. يعني انت دلوقتي كل الفيديوهات اللي انت شفتها قدامك فيديوهات كلها محترمه يعني ده وجهه نظرك انت يعني؟ اه بالظبط يا فندم. طب انت بتفكر ان انت تدخل في الباقه اللي بعد كده؟ بتفكر تدخل في الباقه اللي هي مثلا 600 جنيه مثلا, يبقى انت عندك ارباحك الشهريه 675 جنيه؟ انا من وجهه نظري الشخصيه انا دفعت 300 جنيه وجبتهم تاني, ده على حساب من الحسابات بتاعتي. فيما بعد تفكيري بالنسبه للموقع
ان انا اجمع فلوس من الموقع واقدر ان انا اجدد من خلال الفلوس اللي انا جمعتها من الموقع. يعني يعني انت مش يعني انت عايز تقول ان انت استخدمت مثلا 300 جنيه تبدا انهم راجعوا لك تبدا تستخدمهم تاني، وما يبقاش ان انت استخدمت اكتر من 300 جنيه، ما يبقاش ان انت مثلا تدخل في الباقه اللي هي. طيب في ناس كتيره جدا يا استاذ علي دخلت في الباقه اللي هي 6000 جنيه ما شاء الله، يعني تدفع 6000 جنيه المهمات المطلوبه منك. خليني بس اسمعني بعد اذنك. ثواني ثواني يا استاذ، يعني باقه ب 6000 جنيه عدد المهمات اليوميه 55، سعر الوحده الواحده المهمه الواحده 4 جنيه، يعني تقريبا داخل على 5 جنيه 4 جنيه فاصلة 8، والربح اليومي هيجي لك. يعني تخيل ان انت هتدفع 6000 جنيه. ثواني هقول لك بس هقول لحضرتك حاجه اعلى من كده. ثواني بس ثواني، الربح اليومي 264 جنيه، يعني انت هيجي لك في اليوم 264 جنيه، هيجي لك سنويا الربح الشهري سوري هيجي لك 7920 جنيه، تمام؟ يعني انت دافع 6000 جنيه هيجي لك في الشهر، هيجوا لك كلهم في شهر اصلا وازيد، وتقريبا سنويا تقريبا هتحصل على 95000 جنيه تقريبا او 96000 جنيه في الرينج ده. ده بالنسبه للفي اي بي في 5 صح؟ في اي بي 5 نعم ايوه. ما احنا عندنا حاليا في تحجيز جديد نزل على الموقع ونازل بقاله يومين تقريبا او 3 ايام، ان انت في في اي بي 6 وفي اي بي 7. الفي اي بي 6 بتدفع 10000 جنيه والفي اي بي 7 بتدفع 30000 جنيه. ما شاء الله ما شاء الله. ويجي لك كام بقى شهريا بقى اللي هو ابو 10000 جنيه يجي لك كام شهريا؟ بيجي 14016 جنيه. يعني انت تدفع 10000 جنيه يجي لك 14000 في الشهر، يعني انت بيجي لك في السنه مبلغ ما شاء الله يعني 100 وشويه. 168000 ما شاء الله. طب انت شايف يا علي، انت كراجل معلش في الكلمه، يعني انا مش داخل ضد الموقع ولا اي شيء، ولكن احنا خلينا بنعمل تحليل للموضوع عشان نوضح للمشاهد، لان الموضوع ده عليه بحث كتير جدا هذه الايام. انا ما حبيتش ان انا اتكلم في الموضوع لوحدي، بحيث ان انا ما عنديش تجربه مع الوايت ساندس او الرمال البيضاء، تمام؟ فحبيت ان انا اتكلم معاك ان انت حد فعلا ربحت من الموضوع ده، فاكيد ان انت عندك خبره في الموضوع ده، تمام كده؟ كويس جدا. هل انت يعني شايف ان الموضوع لوجيك او منطقي، ان انت كمان عندك قناه على اليوتيوب واحنا عندنا قناه على اليوتيوب، تمام كده؟ وانت بتربح من قناتك وعارفين الارباح شكلها ايه وعارفين الاعلانات شكلها ايه. يعني مثلا اكيد طبعا، يعني مثلا اديك مثال مهم. انت مثلا دلوقتي الباقه اللي هي ام 6000 جنيه، حلو كده؟ خلينا نتكلم على الباقه دي، وعلى فكره هي اشهر باقه الناس بتستخدمها دلوقتي بالمناسبه يا علي، تمام؟ تمام. خمس مهمات يوميه بتعملهم، يعني تعمل 55 مهمه يوميه بتعملهم، يعني بتعمل 55 لايك، صح كده؟ تمام. 55 لايك صح تقريبا؟ ايوه تمام يا فندم. طيب عملت 55 لايك، بتعمل اللايك الواحده منهم تقريبا 5 جنيه، اللايك الواحده ب 5 جنيه. بتربح يومي، يعني تخيل، يعني بالله عليك هل ده منطقي ان المعلن؟ لا طبعا. يعني ثواني بس، انت دلوقتي مثلا انا مثلا عندي قناه على اليوتيوب وحابب ان انا احصل على لايكات او اعجابات، ثواني بس، ثواني 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 يا عم الله يهديك، فانا دلوقتي عايز احصل على لايكات دلوقتي مثلا للفيديو عندي مثلا، وبعدين كلمت الموقع ده، المفترض الموقع ده يعمل لي ترويج طبعا، وهيطلب من يدي مهام للناس، انا من ضمن المهام دي اللي هديها للناس، حلو كده؟ تمام؟ تمام. انا هدفع له فلوس، تمام؟ فدفعت له فلوس مثلا، يعني هل انا هدفع له معنى ان هو يديك انت كحد بتعمل مهام من ديت، يديك على الاعجاب الواحد او اللايك الواحد يديك تقريبا 5 جنيه؟ ده انا يا راجل يعني هدي له كام بقى؟ المفروض اديله مثلا 10 جنيه، هدي له مثلا 8 جنيه عشان يكسب ويديك انت، صح كده؟ هل ده منطقي؟ ده انا ممكن تمام. اعمل ده انا ممكن اعمل اعلان ب 70 80 جنيه، ب 70 80 جنيه يجي لي الاف الاعجابات او اللايكس على الفيديو، فهمتني اقصد ايه؟ يعني مش منطقي الرقم اللي بيدولك، رقم كبير جدا، تمام؟ انا شايف من وجهه نظري برضو بالنقاش مع حضرتك، طبعا ليا الشرف طبعا ان انا اكون في موجود في القناه بتاعت حضرتك واتكلم عن البرنامج حضرتك عاوز تتكلم عنه. انا شايف من وجهه نظري ان ده استثمار فلوس بتكون موجوده مع الناس اللي بتدخل الابلكيشن او الموقع اللي هو الرمال البيضاء. يعني انا دلوقتي بدفع 6000 جنيه بقدر ان انا احقق كل يوم مبلغ 200 جنيه 264 جنيه 264 جنيه، فباقي ال 6000 جنيه اكيد شغالين في حاجه ثانيه. طب شغالين في ايه بقى يا علي؟ انت معايا؟ هل تعرف شغالين في ايه يا علي؟ ما انا ما اعرفش. هل يعني تعرف ان هم شغالين في حاجه معرفش. هل انت تعرف ان هم شغالين في حاجه حلال ولا حرام؟ لا طبعا ما اعرفش. هل انت تعرف مين اصحاب الموقع اصلا؟
لا طبعا ما اعرفش برضه. فدي مشكله كبيره خلي بالك يعني، مشكله كبيره. طب انت قبل كده، قبل كده سمعنا قبل كده عن مواقع قبل كده كتير وحاجات زي كده بتطلع كده فجاه تمام، وبيبدا ان المواقع ديت بعد فتره تدخل نو سيرفيس خلاص، الموقع اتقفل وكل اللي طبعا لم بيلموا طبعا مليارات مليارات يعني، يعني فعلا مكاسب جامده وناس كسبت فعلا. بس المدخل، المدخل يخوف، المدخل ان انت تدخل على موقع تدفع 6000 جنيه يجي لك في السنه حاجه و90000 جنيه، حاجه فعلا مكاسب جامده جدا. انت ممكن تخش لك بثلاث اربع حسابات يعني او خمس حسابات يعني، ممكن تجيب مليون في السنه، ممكن ترمي لك مليون في السنه تخش حسابات كتير بقى من كذا، تقدر تخش بكذا حساب صح؟ اكيد طبعا، بس في كل حساب يكون برقم تليفون مختلف. ايوه يعني المهم ان انت ليك مجال ان انت تدخل بكذا حساب. الموضوع يخوف وناس كتيره جدا اتضحك عليهم قبل كده، وكل ما تلاقي ان في ضيق في المعيشه وان الحاله الاقتصاديه فيها مشاكل كل ما تلاقي يطلع علينا مواقع ويطلع علينا اشياء زي كده، تفهمتني ازاي؟ كلام صح. وكمان بيطلب منك كمان ان انت ممكن تجيب حد يعني، انت ممكن تكلمني وادخل انا اشترك في البقم و6000 جنيه وانا بثق فيك. أيوة أنا... وانا بثق فيك ادخل انت تاخد تاخد مني طبعا نسبه 15% صح كده؟ بالظبط. اه تنصح ايه؟ تنصح الناس بايه يا علي؟ انصح الناس اللي عايزه تشتغل على الموقع تلاقي مستوى اول فقط هم 300 جنيه كتجربه، يعني الواحد بيعيش او بيتعلم من التجارب، ك 300 جنيه مش مبلغ كبير قوي وممكن يجرب بيه الموقع يشتغل واستمر زي ما انا يعني انا شخصيا عملت كده يا استاذ مهني، ان انا حطيت 300 جنيه في حسابين عندي، قدرت ان انا اسحب ال 300 جنيه اللي انا دفعتهم على حساب منهم، الحساب الثاني لحد وقتنا هذا بحقق في ال 300 جنيه التانيين اللي انا دفعتهم. لكن ممكن في اي لحظه الموقع يتقفل، وده برضو كلامي موجه للناس المشاهدين طبعا اللي موجودين، ان ممكن في اي لحظه ممكن تدفع 300 جنيه النهارده بعد يوم او اثنين الموقع يتقفل. فطبعا انا مش بقول ان الناس تشتغل على الموقع، لكن انا بقول لكم الافاده الصحيحه والمظبوطه ورؤيتي للي انا شايفه من خلال الموقع. معلش انت الباقه ديت اللي هي مثلا ب 300 جنيه انت لما جيت اشتركت فيها، اشتركت فيها ازاي؟ دفعت الفلوس عن طريق ايه؟ عن طريق وكيل. يعني في وكيل لازم؟ ها اه في وكيل في مصر. اه بتدي له، بتبدا انك تحول له الفلوس عن طريق ايه؟ الشخص الوكيل ده بتحمل له، بتحول له الفلوس عن طريق ايه؟ بتحول له الفلوس عن فودافون كاش. عن طريق فودافون كاش. اه وبعد كده بينزل لك المستوى. تمام بالظبط. المهام اللي هي ام 300 جنيه ديت مثلا اللي هم ال 15 الثمان مهام بتعملهم في قد ايه؟ وقت قد ايه؟ ممكن 7 دقائق بالظبط او 8 دقائق. ما شاء الله، يعني انت 7 دقائق ينزل لك 10 جنيه. بالظبط. اه هل عندك معلومه ان الباقه اللي هي 6000 جنيه اللي هم ال 55 مهمه المطلوبين منك او عدد المهام المهمات المطلوبه منك اليوميه ال 55 اللي هو يجي لك في اليوم 264 جنيه ممكن يخلصوا في قد ايه؟ وقت قد ايه يعني؟ هو في حاجه دلوقتي برضه البرنامج منزل، الموقع منزلها يا استاذ مهني، ان انت تقدر تشترك في حاجه اسمها الحاجه الالكترونيه يعني تلقائيه، بتشترك فيها ب 500 جنيه بتقدر هي الخدمه دي من خلال الموقع بتعمل لك ال 55 مهمه بتوعك بدون ما انت ما تعمل اي حاجه. يا سلام، يا حتى كمان هيريحك كمان ان انت تدفع فلوس ويخلص لك المهمات هو. بالظبط. على اي بالزبط. على اي هو على اي بس على اي باقه ولا على الباقه 6000 بس؟ لا على الباقه 6000 فيما فوق، لان في باقه اللي هي ب 30000 اللي هي الفي اي بي 7 دي بتبقى 165 مهمه. 165 مهمة، فطبعا يعني الواحد مش هيقدر يعمل 165 مهمة حتى لو اشترك في اللي هي الباقة ب 30000 جنيه، فأنت مش هتقدر يكون عندك وقت تعمل ال 165 مهمة، فطبعا بتدفع 500 جنيه الموقع بذات نفسه تلقائي بيقدر إن هو يعمل لك المهام دي وبيجمع لك المبلغ اللي أنت حققته بيحوله لك على حسابك في الموقع، وتقدر إن أنت طبعا تسحبه على فودافون كاش والفترة القادمة أو الفترة الجاية هيضيفوا طبعا الموضوع الفيزا زي ما أنا كنت بكلم حضرتك عليه. الفترة اللي جاية دي يا علي ده إذا استمر الموقع،
طبعا ده اذا استمر الموضوع. بالظبط حبيبي يا سعلي، انا المبسوط بتوضيحك ده ومشاركتك معانا في الفيديو ده، ان احنا نوضح للناس. احنا هدفنا في هذا الفيديو هو ان انا اوضح للناس، وانت يعني حاجه نموذج عملي اهوت، فاحنا بنتكلم مع الناس بشكل عملي، والناس ليها حريه الاختيار. طبعا احنا لسنا مع ولا ضد الموقع طبعا، ونتمنى الناس كلهم انهم يربحوا بشكل قانوني وحلال، اهم شيء بالنسبه لنا شكل قانوني وحلال. فانا سعيد جدا بوجودك معايا واشكرك جدا، وان شاء الله بينا تواصل ان شاء الله. شكرا لحضرتك استاذ معالي، شكرا. مع السلامه يا سعد. مع السلامه. مع السلامه. سلام. خلينا برضو نذكر شيء مهم، وهو حكم الشرع في الربح من موقع او برنامج الرمال البيضاء. احد المشايخ على اليوتيوب الشيخ وحيد عبد السلام بالي، اكيد تعرفوه، قال لك لا يجوز الاشتراك في موقع او برنامج الرمال البيضاء. وايه هي الأدلة اللي الشيخ بناء عليها قال لك ان لا يجوز الاشتراك في موقع او برنامج الرمال البيضاء؟ الشيخ قال ان الدليل الاول ان انت بتدفع فلوس ويا عالم هترجع لك ولا لا، لان قال لك ممكن الموقع يتقفل في اي وقت، وبالتالي ممكن فلوسك تروح عليك. يعني هو قال لك طريقة للربح، طريقة ليست موثقة، ليست قانونية. ده كلام الشيخ، انا بقول لك الحين كلام الشيخ. قال لك ممكن الموقع ده او البرنامج ده ياخد منك الفلوس، ممكن في اي وقت يتقفل او هم يقفلوه، وبالتالي انت مش هتعرف ان انت تقاضيهم، ولا تقدر ان انت تلجأ للقضاء، لان انت هم اصلا ناس شغالين كده، ليس لهم، محدش يعرفهم، وهتقاضي مين وهتشتكي مين؟ محدش يعرف عنهم حاجة اصلا. الشيخ طبعا قال، استند لكمان ان الموقع ده طبعا بيجمع بين قنوات كتير، فانت بتدخل تلاقي، ممكن تلاقي محتوى مش كويس، ممكن تلاقي محتوى مثلا فيه مش مباح، يعني مش فيه حاجة يعني حلال كله كاملا، يعني ممكن فيه حاجات خارجة او شيء زي كده، فبالتالي انت برضو مضطر ان انت تعمل لايك او تعمل اعجاب على عشان تخلص المهمات اللي تيجي قدامك علشان خاطر ايه؟ تربح. الشيخ كمان قالك الدليل الثالث، وخبركم بقى في الدليل ده مهم جدا، قالك ان انت بتدخل تعمل لايك او اعجاب على فيديوهات انت قدامك وانت ممكن تكون مش مقتنع بيها اصلا، فيعتبر ده من الكذب، من الكذب، عشان برضو دي مهمة جدا يا جماعة. الناس بيعملوا تبادلات او شيء زي كده، فانت بتخش ان انت تعمل اعجاب على فيديو اصلا وانت ما شفتوش ولا معجب بيه ولا اي شيء، فانت يعني تعمل لايك فقط على الحاجة اللي انت فعلا شايف ان انت انها تستاهل انك تعمل عليها لايك، فمن ازاي؟ فاقول لك ده يعتبر من الكذب. في حاجه من الاشياء الحرام اللي انت بتعملها، ان انت بتخلص المهمات وخلاص، اي حاجه تظهر قدامك تعمل لها لايك، انت بتعمل اعجاب لحاجه ممكن تكون انت مش مهتم بيها اصلا. يعني هو قال لك الشيخ قال ان ده يعتبر كده كذب وشهاده زور، ان انت بتعمل حاجه بس مقابل انك تاخد الفلوس ديت. ده اللي الشيخ وحيد عبد السلام بالي قاله، وتقدروا ترجعوا للفيديو على اليوتيوب، اكتب كده حكم الشرع في الربح من الرمال البيضاء، هيظهر لك الفيديو بتاع الشيخ وحيد عبد السلام بالي، وطبعا ده رايه الشخصي وليه كل الاحترام. في نهايه الفيديو ده، بعد ما انا وصلت لك ايه هو موقع او برنامج رمال البيضاء والربح منه، وقلت لك كمان الارباح كام، وكمان دخل معانا ناس نماذج اشتغلت بشكل واقعي وبتربح من الموقع وشغالين حاليا على الموقع، وجبت لك كمان راي الشرع بناء على كلام الشيخ، وطبعا انا ما شفتش فتوى رسميه من دار الافتاء المصريه او شيء، لكن ده كلام الشيخ وحيد عبد السلام بالي، ليه كل الاحترام طبعا، ولكل مشايخنا طبعا الاحترام والتقدير. انت بقى دلوقتي يعني انت صاحب القرار، اولا ما فيش اي حاجه قانونيه تستند ليها، ما فيش اي حاجه قانونيه تقدر تلجأ للقضاء مثلا وتبدا ان انت تطالب لو الموقع ده قفل. الموضوع طبعا كله شغال كده في الهوا، ما انتش عارف فلوسك بتشتغل فين، ما انتش عارف طبعا هما بيستثمروها في ايه، لان معلش يعني انا مش هعمل شويه لايك اخد المقابل ده كله، مقابل طبعا جامد جدا، ارباح جامده جدا جدا، فيعني علشان خاطر فلوسكم مش تروح عليكم، وعلشان خاطر تكون بتربح من الحلال، فانا وضحت لك كل شيء. احنا او انا مش مع او ضد الموقع، لو كان حاجة قانونية وحاجة حلال وحاجة شغالة بشكل مقنن ما عنديش أي مشكلة، ولكن طبعا كل ده في الهوى، فأنت صاحب القرار وأنت اللي تاخد قرارك بنفسك، ولا تلومن بعد كده إلا نفسك، سواء أن أنت هتكسب أو أن أنت هتربح، قدامك الشرع وقدامك كل حاجة واضحة بالنسبة لك. وكون على يقين أن مواقع كده كتير جدا قفلت قبل كده، كون على يقين مواقع كتير جدا اشتغلت بهذه الطريقة وقفلت، عشان تكونوا فاهمين، وبعدها أنت ما تقدرش تعمل أي حاجة ولا تقدر تقاضيهم ولا أي شيء. وفعلا زي ما انا قلت في الفيديو، ان فعلا في ناس محامين مقدمين او اتكلموا ان هم يقدموا شكاوى للنائب العام ضد الرمال البيضاء، واحنا مش ضدهم والله، والله انا مش مع ولا ضد الرمال البيضاء ولا الرمال الخضراء، مش مع اي حاجه خالص، تمام كده. انا بس بسرد وبوضح للمشاهد تمام كده كل حاجه، ويا رب يكون موقع كويس، يا رب يكون حاجه قانونيه، يا رب يكون ان احنا كلامنا كله غلط، بس هتيجي يوم من الايام ان شاء الله هتتذكروا ان انا حذرت من هذا الموقع، هتيجي في يوم من الايام ان شاء الله وهتتذكروا كلامي ان انا حذرت من هذا الموقع، وان شاء الله
يعني خلي بالكم، ومش اي حاجه ان احنا نستثمر فيها وخلاص، مش اي حاجه ان احنا نستثمر فيها، نستثمر في حاجه تبقى حاجه قانونيه يا جماعه وحاجه واضحه، لكن حاجه كده وخلاص مبهمه كده، حاجه مش واضحه بالنسبه لنا، فالامر ده صعب جدا وامر خطير جدا ويخوف الصراحه. اتمنى لكم التوفيق والسعاده، وبشكر اللي تحدثوا معايا في هذه الحلقه عشان نوضح للمشاهد كل شيء. تحياتي ليكم، لو انت مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه، شرحات لليوتيوب والربح من الانترنت وبرامج ومونتاج وحل مشاكل اليوتيوب وجوجل ادسنس، هتلاقي عندك زر الاشتراك تحت، اشترك فيه وفعل الجرس على الكل. واتمنى لكم الخير والسعاده دايما، ولو انت عندك اي تعليق، عندك اي شيء على كلامي، تقدر تكتب في التعليقات. اشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.